العراق والدخول في مرحلة الخطر الحقيقي وسط تحذيرات من انهيار النظام الصحي، كل هذا والسبب فيروس كورونا المستجد. بعد عبور حاجز 1000 إصابة في اليوم الواحد وارتفاع عدد الوفيات بشكل ملحوظ في عموم العراق والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، الجهات الصحية وبمساندة الحكومة تجد نفسها أمام حل وحيد هو فرض حظر التجوال، إلى جانب اتخاذ بعض القرارات التي من الممكن أن تساهم في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة. اللجنة العليا للصحة والسلامة في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذت عددا من القرارات الهدف منها السيطرة على هذا الوباء. قرارات لمواجهة كورونا: استمرار الحظر الشامل لمدة أسبوع، التجديد بتطبيقه بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة، منع التجمعات بأشكالها كافة، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين، منع التنقل بين المحافظات، غلق المحافظات التي تحتوي على المراقد الدينية بالكامل، إعادة النظر بالإجازات الممنوحة للأجهزة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها. التعويل على وعي المواطن هو آخر الحلول التي من الممكن أن تقف في وجه الفيروس، وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان